يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله في قناة الدامة للجميع. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن دامات النقرة. والنقرة اساس من اسس الدامة، مثل ما ورد في كتاب الدعوق. اسس الدامة، هناك سبع اسس للدامة. اول اساس وهو النقلة والدقة والحملة والنقرة والمقص والعكاز والمنصوب. وكل الالعاب الدامة ترجع إلى أحد هالأسس السبعة. مثلا دامة الاثنى عشر ترجع إلى دامة المقص، مثلا لعبة القاسمية ترجع إلى العكاز، وهكذا. شوفوا معنا لعبة النقرة. دامة النقرة هي دامة واحدة بثنتين، هذه أبسط شكل لها، يعني واحدة بثنتين، هذه نقرة، أو إذا كان على الشكل هذا، هذه دامة نقرة أيضا واحدة بثنتين، وقد تتسع إلى أن تأخذ واحدة بثلاث أو واحدة بأربع. هذه مثلا من دامات النقرة البسيطة. هذه اللعبة من لعبات بيعقوب، من دامات النقرة. طبعا معروف ان بيعقوب الله يرحمه ملك الالعاب الصغيره. لا فيها شكه ولا فيها رجل. هذه اللعبة أيضا من دامات النقرة للعم خالد العنجري. هذه اللعبة حصلت مع اللاعب التركي محمد هوكه قايل لك ايش؟ اكل ثنتين. طبعا اذا اكل هني راح ياكل على طول اربع. نفرض اكل هني، ما تاكل هني، تاكل هني، وصالت صارت دامة النقرة. ايضا من لعبات العم خالد العنجري هذه اللعبة من لعبات راشد الدعيج الله يرحمه.
من النقرات الجميلة للعم خالد العنجري. نقرة مخفية نقرة مخفية أيضا. إذا ركب مثلا يرد من النقرات الجميلة للعم خالد العنجري. هذه اللعبة من النقرات اللي صارت معاي. طبعا شاف الأستاذ شادي قال لي في لعبة مماثلة لها للأستاذ عماد الحجل. على صفة أم الحطب أو مثل ما تسمى صفة الطيارة. الحين يقص وياه. طبعا اذا ساق فوق اعطيه واحده واقصها بالشيخ. هذه لعبة أيضا من النقرات الحلوة للعم خالد العنجري.
من النقرات البسيطة والمخفية لفكتور حنة. وصلنا معكم إلى نهاية المقطع. مثل ما شفنا، ألعاب النقرة في محتواها العام هو الإيجاز، أي ما قل ودل. نلقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني من ألعاب النقرة. مع السلامة.